اسمع اسمع، خلنا نرحب بالشباب المتسابقين اللي حيقضون معنا. ياخذون معنا رياليتي؟ يعني ياخذون معنا، احنا متسابقين مثلهم ولا؟ اي اكيد. خاف بكره يوم الاحد يشوفون. مشكله يا اخي، بعدين بكره يوم الاحد يضربون فينا كذا يقولون كيف نتقبلك مقدمين؟ يا رجال احمد ربك ليتهم ما شافونا اليوم. طيب وش الحل يا ولد؟ انا والله ما ادري هم شافونا ما شافونا، شافوا الاخبار اللي صار، فيعني يعني سامحوني. انا والله اني خايف رد فعلهم اذا جينا هم مقدمين دقين غلوب. عاد بيقولوا لك توك ترى كنت معنا يوم الجمعه. محور انكم متسابقين نايمين وما تقدرون. طيب واللي باقي عندنا نرحب باول متسابقين اللي بيكون معنا ويكمل معنا اللي هو بندر العلي. مرحبا. يكون معنا وين بندر علي موجود. بيجينا الحين ان شاء الله. ايوه متفق. يجهز يلبس مايك لانه ما عنده مايك من امس. صح مسحوب. ايضا الاثنين اللي فعلا هم ما شاركوا في هذا القرار. الاثنين. ايوه ايوه. وهم يستاهلون حقيقه يعني. توكس. ما يستاهلون فقط لاجل انهم ما شاركوا في القرار، لا. هم فعلا كانوا في هذه الرحله مميزين. لا من ناحيه اوقات. أيوة. في جلوسهم. أيوة. في تغطياتهم، في حماسهم، كانوا مرتبين حقيقة. ولا قصورا. شوف ولا قصورا بمن كانوا في رحلة القصيم والأحساء، وكلنا استمتعنا معهم. ولكن فعليا هم يعني احنا نستحي واحنا نقول بيض الله وجهكم. سفراء يستاهلون يستاهلون. بس خذني معك رحلة وشوف. أخلاق عالية جدا. فالأول والثاني علي الشمراني ونواف بن فرزان. ويت 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 هم وين بلاد مهم لهم يا رجال. كيف الوقت تمشي علينا يا رجال؟ ما ناخذ معهم ساعه ساعتين الحين بنسولف ومن الكلام. ولكن انا وجهه نظري حتى لا تكون يعني الجلسه وحده، اللي بيجلس في الهنجر هم عددهم ثلاثه، اللي بيجلس في بيت الشعر اللي بنسويه كيف عندنا في اي خلاص ابد في فقره عيشوا في فقره اي يعني الحين معانا تقريبا معانا ساعتين تقريبا. طيب الساعه 2:30 يقضون معاكم الفقره، خلوها 3:30. وش فقرة النقد يعني؟ عندنا فقرة نقد بنسويها. إيه؟ فقرة ايش؟ فقرة نقد. لن أقبل بذلك. لن تقبل بذلك. أنا ما أعرف. لا أنت من بصفتك من الآن؟ متسابق. 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 إذا ما أدخل الكوفي شروم. أنت مالك إلا الحين الكوفي شروم حبيبي. نعم. على طول دخلوا الكوفي شروم. خلاص على طول الكوفي شروم. حتى في فلاتنا غاثين إذا قلنا نقاط. الكوفي شروم. شو اسمه هو؟ ها؟ كونفيشن؟ كوفي شروم. كوفي شروم. يور از وير يور از كلها وير وإز هذه كلها ادفيرب ولا ادفيرب فيرب يا رجال ما تجي هذا حد يدخل معنا بس ذولون بس ثلاثة شهر افا والباقيين الباقيين شهر يكملوا النوم يضبطون امورهم لازم. طيب اللي مع بندر اللي صلوا مع بندر اثنين الباقيين منهم ليش ما تجيبونهم؟ صلوا الرصد اللي وصلنا ان بندر العلي اللي صلى بندر اللي بدا وذول الاثنين لحقوه تاخروا الركعه الثانيه والركعه الثالثه فيعني هم يستاهلون حقيقه يعني حتى لو ما صلوا في الجزئيه هذه هذول الشخصين فعليا يستاهلون اللي هو فارس الحربي عبد العزيز المسفري لان الحقيقه فعليا. مميزين في عطائهم ورياليتي كلهم والله ولا قصورا بالجميع ولكن في الاول والاخير انا اقول ترى اللي ما طلع في رياليتي اليوم يروح ينام احسن له عشان يتقدم يا رجال على الاقل ما يمديهم كلهم يصيرون ضدنا يصيرون مقدمين ثلاثه مدينا نكتمهم ضدك انت يا فقره كاش ومعك نايف بعد ونايف الملا ولا احنا انت محبوب الجماهير انت عاد اسمه فقره مش نايف الملا احمد الملا احمد الملا انت عندك في مشكله ابو عبد الله ابو عبد الله الرجال ذا اسمحوا لي اروح كيف؟ اسمحوا لي اروح انا من وجهه نظري يعني انا لن اسمع من هذا؟ لا والله لا يروح لا والله ما هو مسموح ولا يظهر منه الا معنا قبلتنا يروح حبه الخال حقتنا تروح الله يسلمك من بدري يا والله ما انا قايل والله اني ما رقدت الا ثلاث ساعات خلاص خلاص وسارح محمد المعزة اجل الا الساعه 11:45 دقيقه صديت يا اخوي صديت الله يصدق ابو يوسف مشى امه مشى ابو يوسف لا لا خلاص بنجي ابو يوسف وما مشى